بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك أن تجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما. لا تجعل فينا ولا معنا ولا بيننا شقيا ولا محروما مولانا رب العالمين. اللهم إنا نعوذ بك أن نظلم أحدا من عبادك. اللهم لا تجعل مظلمة تعلق برقابنا لأحد من عبادك. اللهم اجعلنا سببا لسوق الخير إلى عبادك. اللهم أنت ربنا ونحن عبيدك، وأنت سيدنا ونحن عبيدك، وأنت مالكنا ونحن عبيدك. إنك ترى وتعلم وتسمع ما نزل بهذه البلدة وأهلها. يا خير من سئل، يا خير من سئل، يا خير من سئل. إلهي وسيدي، إلى من تكلنا؟ يا رب لغيرك لا تكلنا، يا رب لغيرك لا تكلنا، يا رب لغيرك لا تكلنا. اللهم إنا توكلنا عليك، اللهم إنا توكلنا عليك، فوضنا أمورنا إليك، رفعنا حاجاتنا إليك، وكلناك يا الله بتدبيرها. دبرنا يا رب، دبرنا يا رب، دبرنا يا رب. لا نحسن التدبير، لا نحسن التدبير، لا نحسن التدبير. عجز علم العلماء وعقل العقلاء وحكمة الحكماء وأمر الأمراء، وأنت لها يا رب ولكل شدة ونازلة. يا صاحب الفرج، يا صاحب الفرج، يا صاحب الفرج. اللهم إنك عودتنا أن تتلطف بنا، اللهم إنك عودتنا أن تتلطف بهذه البلدة وأهلها. يا رب، يا رب لا تقطع عاداتك عنا، يا رب لا تقطع لطفك عنا، يا رب لا تقطع حنانك علينا، يا رب لا تقطع إمدادك لنا. يا صاحب الفرج فرجها، فرجها يا رب. أنت لها ولكل عسير، أنت لها ولكل عسير. ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة، ليس لها من دونك كاشفة. اللهم احقن دماءنا، اللهم احقن دماء المسلمين، اللهم احفظ شباب المسلمين، اللهم استر على أعراض بنات المسلمين، اللهم احفظ ضرار المسلمين، اللهم احفظ علماء المسلمين، اللهم احفظ مساجد المسلمين، اللهم احفظ أموال المسلمين، اللهم احفظ بلدتنا هذه وعبادك المؤمنين. لا تجعل ذنوبنا وأخطاءنا وعيوبنا سببا بهذا البلاء، وسببا بهذه الأزمة، وسببا بهذه الشدة. يا رب، يا رب زاد كربنا، يا رب زاد كربنا، يا رب زاد ضيقنا، يا رب قل ما في أيدينا، يا رب قل ما في أيدينا. يا رب اشتدت الأزمة، يا رب اشتدت الأزمة، يا رب اشتدت الأزمة. الشدة أودت بالمهج، يا رب فعجل بالفرج، يا رب فعجل بالفرج. يا رب، يا رب، وإن عبادا يبيتون في الجوع، وإن عبادا يبيتون يبكون ويئنون من فقد الأولاد والأهل والأحباب. يا رب الفرج، يا رب الفرج، يا رب الفرج، يا رب الفرج، يا رب الفرج. يا صاحب الفرج، نحن فقراء وضعفاء وأذلاء، ونعلم أن غيرك لا يحلها يا الله. يا الله، يا الله، أسرع بفرجك لنا وردنا إلى دينك ردا جميلا. يا رب سامحنا، 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 وتجاوز عنا، ولا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا. مولانا رب العالمين، أدبتنا بما جرى يكفينا، أدبتنا بما جرى يكفينا. لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. يا رب نحن لا نطيق، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، لا تحملنا ما لا طاقة لنا به. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا، أنت مولانا، فانصرنا على القوم الكافرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة.